للإنصاف، هنالك بالأحداث الأخيرة التي حصلت ابتداء من الخضراء حتى تعرقل تشكيل الحكومة وانسحاب السيد الصدر تتهم فيها إيران، ما مصلحة إيران إذا ناقشنا هذا الافتراض من شق البيت الشيعي؟ صحيح، هي تريد الشيعة متوحدين. سؤال جيد جدا، أنا معك في الحلقة لا تتذكر الأخيرة قلت لك إيران راح تشعلها بالعراق لكن تحت السيطرة حتى تضغط على أمريكا. فعلا الأمريكان لما أسعار النفط خطت 110 والانتخابات جاية والأمريكان هنا بدأوا يعني ضجورون من أسعار النفط. تعرف قد كان القلن، كان 1.8 دولار، الآن 6 دولار أستاذ نجم. فهذا يأثر على الانتخابات الأمريكية، على الإدارة. فالأمريكان عرفوا أنه إيران إذا شعلت العراق ونفط البصرة طلع من المعادلة التسويقية 4 مليون برميل، معناه النفط يوصل 400، وهذا ما تريده روسيا. تعرف كيف؟ فلذلك من صارت عركة الخضراء الإيرانيين كانوا متهيئين للحل. تعرف كيف؟ ضغطوا على السيد الصدر، خاف يقول لك ماكو تهديد، لا اكو تهديد، وتهديد حقيقي مو كذب، تهديد واتباع المقربين يعرفون ذلك وسوف تكشف الايام. ضغطوا عليه ولذلك شفت شلون من طلع، ماكو واحد يقول للجماعه هم شهر نايمين وخيامهم، يقولوا بساعه زمان تنسحبون. تعرف كيف؟ هذا اللي حصل طبعا، ودور السيستاني ايضا كان دور كبير في ايقاف هاي المعركه. الامريكان طلبوا من الايرانيين من خلال سلطنه عمان طلبوا ايقاف هذه المعركه، لان هذه المعركه سوف تشعل العراق وبالتالي لكن الامانه للتاريخ يا استاذ احمد ما وصلنا واعتقد هي هذه الحقيقه الراسخه ان المرجعيه هي التي حملت السيد الصدر. نعم، هذه الرساله، ولذلك السيد الصدر جاء منتعلا، وحتى انه نعم. يعني تكلم بكلام غليظ على اتباعه الذين يعتبرونه هو الرمز الاعلى. صحيح، انا قلت لك المرجعيه وايران، لكن ايران وصلت لها رساله وجاء مندوبا من ايران ذهب الى المرجعيه في النجف، والمرجعيه تحركت فورا. المرجعيه كانت تريد هاي العركه، تعرف كيف؟ تريد تضعف الفريقين لان الفريقين متمردين عليها، ايران تريد هاي العركه لان الفريقين متمردين عليها، امريكا تريد هاي العركه لكن يردوها عركه. يعني ما فهمت كيف المرجعيه تريد هذه العركه؟ نعم نعم، لانه الاطار الاخر اللي يعلن ولاء للخامنئي ويقول مرجعنا الخامنئي، قيس الخزعلي وغيره، منو مرجعهم؟ مرجعهم مو السيستاني، والسيستاني كان سببا في وصولهم يعني الى السلطه. يعني انت للتصحيح الذين يتبعون السيد السيستاني مئات الملايين، هو ليس بحاجه ان يسال الدم حتى جماعه المرجعيه الخامنائي ياتون للسيد السيستاني. ارجوك حتى لا يسال فهم، انا اتحدث عن سياسه الاحزاب اللي تحكم بالعراق عزيزي الان، وفي شكل الحكومه الاطار لمن يتبع؟ لا يتبع السيد السيستاني عزيزي، يتبع الخامنئي والميليشيات، هم احرار فيما يقلدون. أخي مو على ما لها علاقة بالحرية، لكن سوف يمتلك القرار عزيزي. كانت الحكومة تشكل بأمر من السيستاني لحد الكاظمي. لا تتوقع، لا تتخيل، لا يتخيل الشعب العراقي لن يمر رئيس وزراء دون موافقة السيستاني عزيزي. وأقصد بالسيستاني ليس المرجع وإنما المؤسسة. فعندما تأتي جهة، خليك وياي، خلي أشرح لك إياها، تعلن ولائها إلى الخامنئي وتعلن عدم قبولها، لاحظ كيف، بفتاوى السيستاني، وبالتالي هذه سوف تشكل حكومة وتأتي برئيس وزراء لا يرضى عنه السيستاني. هذا تحدي بالغ وكبير وخطير، لاحظ كيف. وبالتالي دعمت الصدر، شوف المرجعية دعمت الصدر في أول خطواته، لكن من وصلت للاقتتال عرفت الطرفين ما يردون العركة. اسمح مني، ترى الطرفين خايفين من العركة، وبالتالي عادوا مر عادوا الى المرجعيه الان، عادوا الى المرجعيه، والمرجعيه لا زالت لم تعطي يعني رايها.